كبير المنتخب الوطني التونسي كي نشوفوا وكذلك 2019 رامز الزروقي دائما المنتخب الوطني التونسي محمد دراجر منتظره قويه بروح الجوار لتحقيق انتصار معنا الجزائري في وسط الميدان. رامز زروقي يلعب لعب في بلغاريا، لعب في عديد البلدان الاوروبيه، كان بارز ضد بنجاح يوسف البليلي. وسط ميدان المنتخب الجزائري اللي فيه هاريس بالقبلة ورامز السابق ايضا، وتتويجات كانت عنده مع النجم الرياضي المنتخب الوطني التونسي. ترجع من رامز زروقي التشكيله الاساسيه على عكس المنتخب الجزائري، ايضا ثمانيه ملاعبيه كانوا في مباراه مرياح، اكيد مش باش يرجع لاولمبياكوس. حارس معز حسان امام نجم المنتخب لعيسى مندي، ربما فيلاريال التونسي وابي الخزري تقص الكره في دائره وسط الميدان. سخيري ديلان برون في وسط الميدان، ليس بن سليمان عبد الرحمن انطلق فيها المنتخب الجزائري بقوه امام المنتخب الوطني التونسي. رامز الزرد وهبي الخزري في مناطق المنتخب الجزائري، محمد دراجر امام رامز دراجر، تبقى الكره للمنتخب التونسي. والاحصاء يقول انه المنتخب الايفواري هو اللي يملك الركورد. المشاكل المنتخب الوطني التونسي خاصه وسط الميدان، وصاحب الهدف الثاني ليس الصغيري مع رامز الهدف، ترجع الكره للمنتخب الوطني التونسي. رامز زاروك على مستوى الميدان والتوزيعه ترجع من دفاع المنتخب التونسي. نعيم السليتي والتدخل من الزروقي، علي معلول وكره اخرى والتدخل. المنتخب الوطني التونسي اللي استنينا منه الكثير على كل المنتخب مطالب بتعديل النتيجه، تسديد الفارق في مرحله اولى. اليسار معلول يحضر كره لحمزه رفيعه، حمزه رفيعه انتظار انه التاكيد والتسجيل في قادم الدقائق واللحظات للمنتخب الجزائري. المحاوله من حمزه رفيعه. نعيم السليتي دور بالكره، يراوغ السليتي، فنيات السليتي لست المرمى في المنتخب الجزائري لتفاديها الزروقي مباشره الرمي.